تخيلوا إذا قلت لكم وببساطة هكذا تحصلون على كل ما تريدون. كيف؟ الكثير منكم يسأل عن مصطلح أثار انتباهه، ظاهرة أطلقوا عليها اسم قانون، مفعوله كالسحر. كل واحد منا مر بهذه التجربة. أكبر مشاهير العصور الغابرة والحديثة كانوا ولا يزالون من أتباعه، بل وقصصهم ملفتة للانتباه ولا يمكن تجاهلها. ما هو هذا القانون؟ وهل هناك حقا خطوات لتطبيقه؟ وما رأي العلم والدين في هذا الجدل؟ قانون الجذب الفكري. أصدقائي المتابعين، موضوعنا اليوم موضوع جدلي بامتياز، موضوع اكتسب عدة تسميات، البعض يقول ظاهرة والآخر يطلق عليه قانون، أما آخرون فاعتمدوه كأسلوب حياة. كم مرة فكرتم بأمر ما وتخيلتموه لتتفاجأوا بحدوثه أو بظهوره أمامكم من باب الصدفة؟ فهل تعلمون أصدقائي أن ما نطلق عليه الصدفة هو عند البعض قانون وعلم قائم بحد ذاته؟ بل إن الكثير من العلماء، وليس من العصر الحديث فقط بل أتكلم عن العصور الغابرة، قد أقاموا دراسات حول هذا الموضوع. أما المشاهير فكثير منهم اعتمده كأسلوب حياة ونسب فضل نجاحه إلى هذا القانون. رافقوني أصدقائي لنتعرف على قانون الجذب الفكري المثير للجدل. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. قانون الجذب أو قانون الجذب الفكري مصطلح قد يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، إلا أنه من خلال البحث والتعمق فيه يبين لنا مدى تشعبه واختلاف وجهات النظر حوله. هو مصطلح يحمل في طياته الكثير من الجدل، فلا معنى علمي دقيق له ولا حتى مرادف آخر لهذا المصطلح. أما عن ماهية هذا القانون فبحسب الكتب التي تناولته فهو ينص على أن مجريات حياتنا اليومية تتعلق كلها بأفكارنا الماضية، وأن مستقبلنا هو ببساطة نتاج تفكيرنا الحالي. بمعنى آخر، أن ما فكرت به في الماضي هو ما حدد حياتك الحالية، وما تفكر به حالياً يحدد مستقبلك. فإن كان تفكيرك إيجابياً في الماضي فإن حياتك الحالية هي ما كنت تتمناه، وإذا استمر تفكيرك إيجابياً فتلقائياً كل الأحداث الإيجابية التي تتمناها في أي مجال كانت سترافق مستقبلك، والعكس صحيح. يتشعب تفسير هذا القانون كلما ازداد التعمق فيه، فنجد بعض الكتب تتحدث عن أن تغيير واقعك بكل بساطة يكون عبر إمعان تفكيرك فيما تريده، وهو تلقائياً بفعل قانون الجذب الفكري سينجذب إليك. بل وأكثر من هذا، فإن بعضاً ممن ينادون بهذا القانون يفسرون الأمر على أنه بإمكان المرء تحديد قدره ومصيره وتغييره في حال لم يعجبه فقط باستخدام قوة تفكيره. جملة واحدة تختصر كل ما ذكرناه، ألا وهي المثل يجذب المثل، أو كما هو شائع في اللغة الإنجليزية likes attract likes. من يؤمنون بهذا القانون يشبهون الأمر كمغناطيس يجذب إلى حياتنا كل ما نفكر به في عقلنا الباطن. دعوني أعطيكم مثالا. بحسب هذا القانون فإنك إن فكرت مثلا في مبلغ معين من المال وكان تفكيرك دائما إيجابيا، أي أنك دائم القول لنفسك أنني سأحصل على هذا المبلغ، فبكل بساطة سيأتيك هذا المبلغ حتى لو لم تحرك ساكنا للسعي وراءه. وكذلك الأمر ينطبق على أي مجال من مجالات الحياة المختلفة. هذا باعتقاد المؤمنين بهذا القانون، وهو ما سأعرضه لاحقا من تجارب لمشاهير وغيرهم. طبعا أغلبكم الآن يتساءل عن منشأ هذا القانون، فإن كنتم تعتقدون أنه وليد العصر الحديث فأنتم جدا مخطئون. قانون الجذب هذا ليس بالمصطلح الجديد،
رغم أن صيته قد ذاع خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض الكتب والمصادر أعادت أصل منشأ هذا القانون إلى الأزمنة السحيقة، ونحن نتكلم هنا عن الفراعنة أو اليونانيين القدماء. بالطبع لم تذكر أسماء أو شخصيات أو أحداث في هذه الأزمنة، إنما تم الاكتفاء بالإشارة إلى أن أرسطو وسقراط كانوا من متبعين هذا القانون. مصادر أخرى ذكرت أن الديانة البوذية تؤمن بهذا القانون دون أن تسميه باسمه المتعارف عليه حاليا، حيث تذكر كاثرين هيرست إحدى أكبر المؤثرين في هذا المجال في مقالة لها أن بوذا لديه قول شهير يتعلق بهذا المجال، فهو يقول: كل ما نحن عليه هو نتاج ما فكرنا به. بالطبع يربط أنصار هذا القانون مقولة بوذا بماهية قانون الجذب. أما الخط الزمني الفعلي لهذا القانون فهو يبدأ مما قبل القرن العشرين، وتحديدا في أوائل القرن 19. لنبدأ بتتبع سير هذا القانون، والذي لم يكن يسمى بداية بقانون الجذب، بل كان نتاج ما يسمى بحركة الفكر الجديد، والذي يعتبر فينيس كوينبي عرابها. فينيس هذا المولود عام 1802 بدأ بدراسة وتعليم هذا الفكر بعد مروره بحدث غير حياته بحسب قوله. فينيس شخص في بداية حياته مصابا بمرض السل، ومن المعروف أنه لم يكن هناك من علاج لهذا المرض في بدايات القرن 19. ولكن ذات يوم قرر فينيس ركوب الخيل، وقام بتصفية ذهنه وركز على فكرة أنه لا يعاني من أي خطأ، وأنه على طريقه للشفاء. بحسب فينيس فقد لاحظ أن الإثارة التي يكتسبها من ركوب الخيل مضاف إليه تفكيره الإيجابي بوضعه الصحي قد ساعدا على إبعاد أعراض المرض عنه، بل وشفائه منه. لذلك بدأ فينيس بتدريس هذا الفكر الجديد والتوسع به، إلا أن مسمى قانون الجذب لم يطرح على العامة حتى تاريخ 1877، لتكون هيلينا بلافاتسكي أول من طرحت هذا المصطلح في كتاب أسمته آيسيس أنفيلد، قامت بنشره في ذات السنة. بالطبع تناولت فيه أبرز نقطة تتعلق بهذا الموضوع، ألا وهو أن أفكارنا تحدد حاضرنا ومستقبلنا. يجدر بنا أن نذكر أن هيلينا كانت معروفة في محيطها أنها تمتلك موهبة روحية مميزة، وتستطيع قراءة العقول، بل استطاعت التحكم بمستقبلها ورسمه كما تريد بحسب زعمها. في نفس الفترة الزمنية، وأقصد القرن 19، برز أيضا مناد آخر بهذا القانون، بل إنه استمد بعض من كتاباته من هيلينا نفسها. هذا الشخص هو توماس تروورت، الذي بدوره أصدر الكثير من الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع. مع بدايات القرن العشرين بدأ مصطلح قانون الجذب بالانتشار، وأصبح محل اهتمام العديد من الباحثين والعلماء. ففي عام 1906 بدأ ويليام وولكر أتكنسون بالبحث والكتابة عن هذا القانون، ليصل في نهاية الأمر إلى جعله مبدأً لحياته، بل نسب الفضل في تعافيه من عدة كوارث مالية ونفسية وجسدية إلى هذا القانون. في خلال حياته كلها كتب أكثر من 100 كتاب يتعلق بقانون الجذب وتفاصيله، ومن أشهر هذه الكتب اهتزاز الفكر وكتاب قانون الجذب في عالم الفكر. بل كان من المنادين بأهمية جعله أساساً لكل فرد في حياته. عام 1910 أصدر والاس ديلويس واتلز كتاباً أسماه The Science of Getting Rich، أو علم الثراء. في هذا الكتاب يشرح والاس كيفية الوصول إلى الثراء باستخدام قوة التفكير. عام 1937 أصدر نابليون هيل كتابه Think and Grow Rich، أو فكر وكن غنياً. في كتابه سرد نابليون تجاربه الشخصية والصعوبات التي واجهها وكيف استطاع تخطيها والوصول إلى هدفه عبر تطبيق قانون الجذب الفكري. وأكد نابليون في كتابه أنك إن فكرت بطريقة سلبية فإنك تجذب كل ما هو سلبي في الكون إليك، والعكس صحيح. فطاقات الكون الإيجابية والسلبية تعمل كمغناطيس مع أفكارنا. عام 1980 قامت جيري وإثر هيكس بكتابة 9 كتب تم تجميعهم بما يسمى The Teachings of Abraham، وفي هذه المجموعة نجد تفصيلاً لكيفية عمل قانون الجذب وكيفية استخدامه لتحقيق كل ما يتمناه المرء في حياته. بالطبع الكثير من الكتب صدرت عن هذا القانون في القرن 21، لأنه بكل بساطة يقدر أتباع هذا القانون بمئات الملايين حول العالم، ومن بينهم مشاهير كثر من إعلاميين وفنانين وغيرهم. لنتعرف على بعضهم.
إذن كما ذكرت أصدقائي في مقدمة برنامجنا أن العديد من مشاهير العالم اعتمدوا قانون الجذب الفكري كدستور وأسلوب حياة، ولم يقتصر الأمر على مشاهير عصرنا الحالي بل امتد إلى مشاهير العصور القديمة والمتوسطة، وهذا ما ذكرته الكاتبة الأسترالية روندا باين في كتابها The Secret أو السر. هذا الكتاب الذي صدر عام 2006 يعتبر من أشهر وأكثر الكتب انتشاراً والتي تناولت هذا القانون، بل إن المؤيدين لهذا المفهوم يعتبرون هذا الكتاب كمرجع لهم. في هذا الكتاب تطلق الكاتبة على بيرنتيس مالفورد المولود عام 1834 بأنه أعظم معلم ومرشد لهذا القانون، كما أنها تسهب في ذكر العديد من مشاهير القرن 19 والعشرين. فتقول أن ويليام شكسبير وروبرت براونينج وويليام بليك، وهم من الشعراء العظماء، قدموا هذا القانون في قصائدهم، أما بيتهوفن فقد عبر عنه في موسيقاه. وتذهب إلى القول أن ليوناردو دافنشي الرسام المعروف والمثير للجدل جعل هذا القانون من عناصر لوحاته. تكمل الكاتبة روندا فتقول أن الأمر لم يقتصر على الفنانين بل تعداهم إلى المفكرين، أمثال سقراط، بلاتو، فيثاغورس، وإسحاق نيوتن، وفيكتور هوغو وغيرهم الذين شاركوا هذا القانون في كتاباتهم دون أن يسموه باسمه المتداول حالياً. وبحسب الكاتبة فإن السبب الذي أدى لتخليد أسماء هؤلاء وأعمالهم هو دون شك قانون الجذب الفكري. ولكن ماذا عن مشاهير عصرنا؟ هل تظنون أنه يمكن لأي من المشاهير أن يتبع هذا القانون رغم كل هذا التطور العلمي الذي نعيشه؟ الجواب هو بكل تأكيد نعم، بل إن من أشهر المشاهير وأكثرهم تأثيراً في عصرنا الحالي هم من أتباع هذا القانون ومؤيديه. فهل أنتم مستعدون لسماع أسماء بعض هؤلاء المشاهير وقصصهم؟ لنبدأ. أبرز هؤلاء النجوم دون منازع هي الإعلامية الأولى وأغنى امرأة في العالم أوبرا وينفري. وينفري ذكرت في أكثر من مقابلة وفي أكثر من حلقة من برنامجها الشهير The Oprah Winfrey Show أن طفولتها كانت طفولة صعبة بكل المقاييس، فهي كانت من الجيل الذي عايش العنصرية الفظيعة ضد السود، كما أنها كانت من عائلة فقيرة واضطرت إلى العمل في المنازل لاستكمال تعليمها، لذلك يعتبر ما وصلت إليه أوبرا من نجاح معجزة. وعن ذلك تقول أوبرا أنها كانت تتصرف كأنها شخص ناجح وثري قبل استلامها راتبها الأول بزمن كبير. وعن هذا تقول أوبرا: من يحلم بشيء حتما سيجده، ولكن لابد من درجة إصرار كبيرة حتى تحقق ما تمنيته. كما وتردف قولها هذا بالتالي: ابتكر أعلى وأروع رؤية ممكنة لحياتك لأنك ستصبح ما تؤمن به. ومن يقرأ سيرة حياة أوبرا وينفري يستطيع أن يرى مدى اقتناعها بهذا القانون. ننتقل إلى فنان شهير اعتمد هذا القانون في بداية مسيرته الفنية. هذا الشخص هو الفنان الكوميدي الشهير جيم كيري. جيم كيري اعتمد أسلوب التصور في قانون الجذب، أي أن يتخيل شيء كأنه شيء مادي حتى يتمكن من تحقيقه. وعن هذا الأمر يقول جيم كيري في عدة مقابلات تلفزيونية أنه كان يتخيل أسماء ووجوه مديري الأعمال الذي كان يطمح أن يبدو اهتمامهم به قبل أن يصبح مشهورا بوقت طويل. فما الذي حدث؟ يقول جيم كيري أنه بالفعل الأسماء التي تصورها سعت بعد شهرته إلى العمل معه. يسرد جيم كيري أمرا آخر فيقول أنه في بدايته كتب تشيكا بقيمة 10 ملايين دولار، عبارة عما يمكن أن يجنيه مقابل خدمات التمثيل، وأعطى لنفسه 3 سنوات للوصول إلى هذا المبلغ، وقام تحديدا بتأريخ التشيك إلى عيد الشكر عام 95، ووضع هذا التشيك على مرمى نظره ليستمر في التفكير وتصور هدفه. فهل تعلمون ما حدث؟ اسمعوا التالي. يقول جيم كيري أنه ربح قبيل عيد الشكر عام 95 مبلغ 10 ملايين دولار من عائدات فيلمه The Dump and the Dumpest أو الغبي والأغبى. غريب. مشهور آخر هو إعلامي مؤثر أو أحد أكبر المدافعين عن هذا القانون، إنه الإعلامي ستيف هارفي. ستيف هارفي يقوم باستخدام منصته وبرنامجه لرفع الوعي حول هذا القانون، بل هو أحد أشد المعجبين بكتاب السر الذي أتينا على ذكره سابقاً، حتى وصل به الأمر إلى وصف كتاب السر في إحدى حلقاته على أنه أقوى كتاب بعد الكتاب المقدس. بالطبع ليس هؤلاء الثلاثة الوحيدين المؤمنين بهذا القانون، فنجد مثلاً المطربة بيونسي والممثل ويل سميث وزميله دنزل واشنطن والممثل المعروف وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينجر،
وغيرهم الكثير من المشاهير في مختلف المجالات يؤيدون هذا القانون. بالطبع ليس المشاهير فقط من يتبعون هذا القانون، بل العديد من الأشخاص أوردوا تجاربهم على مختلف وسائل التواصل، إن كانت تجارب للحصول على وظيفة الأحلام أو المال الوفير أو حتى الشريك المثالي باستخدام هذا القانون. ولكن هل تعلمون أن هناك خطوات محددة يتعين اتباعها لتطبيق هذا القانون؟ كما ذكرت لكم، هناك خطوات لتطبيق قانون الجذب، ولكن بالمقابل هناك متطلبات أساسية يجب توافرها لضمان نجاح العملية بحسب ما أورده الباحثون والكاتبون المؤيدين لهذا الموضوع. من هذه المتطلبات استخدام قوة العقل، تخيل المطلوب، وجود يقين داخلي وتصديق في القلب لهذا الهدف، والتدريب بشكل يومي على استخدام قانون الجذب. أما عن الخطوات فتبدأ بالتالي: أولاً، إراحة العقل لمدة 5 إلى 10 دقائق لزيادة نشاط المخ يومياً. ثانياً، التأكد مما تريده وعدم الشك في النفس، وذلك لأنك ببساطة ستقوم بإرسال طلبك إلى الكون عبر ذبذبات مختلفة، لأنه بحسب القانون كل طلب أو تفكير له ذبذبة معينة يتلقفها الكون ليجيب طلب صاحبها. ثالثاً، اطلب ما تتمنى من الكون، والأفضل أن تتخيل أو تتصور ما تريد وترسله كرسالة مصورة إلى الكون. فمثلاً، إذا كنت تريد بيتاً كبيراً، ضع تصوراً داخل عقلك أنك تسكن في هذا المنزل وتتجول في أرجائه، ثم أرسل الصورة المتخيلة إلى الكون. رابعاً، قم بتسجيل أمنيتك على ورقة ورددها يومياً، بل قم بإنشاء حوار داخلي مع نفسك يومياً لتذكر عقلك ومن بعده الكون بأمنيتك. خامساً، أشعر وتصرف على النحو الذي ستتصرف به عند تحقق أمنيتك. فمثلاً، إذا كانت أمنيتك أن تصبح مشهوراً، فما عليك إلا أن تتصرف على هذا الأساس لحين تحقق مرادك. سادساً، إظهار الامتنان، والمقصود هنا أن تظهر امتنانك للكون لكل ما منحه لك، والأفضل أن تكتب هذا الامتنان على ورقة وتذكر نفسك به يومياً. سابعاً، الثقة بالكون، حتى لو طالت المدة لتحقيق مبتغاك يجب ألا تيأس، ويجب أن تتحلى بالصبر وأن تكون متأكداً من تحقيق الكون لمرادك، ولا تركز على كيفية تحقيق المراد، دع الكون يقوم بذلك لأجلك كي لا تظهر للكون أنك تفتقر إلى الإيمان. أما الخطوة الأخيرة فهي بكل بساطة استقبال طلبك أو تلقي مرادك من الكون. قد تبدو هذه الخطوات غريبة لبعضكم، بل ومشوشة للبعض الآخر، إلا أنه عليكم أن تصدقوا عندما أقول لكم أن الملايين يتبعون هذه الخطوات كما ذكرت سابقا. حسنا، إذا كان هذا المصطلح قانونا بحسب مؤيديه، فما رأي العلم؟ العديد من الباحثين والعلماء حاولوا دراسة هذا الموضوع. البعض حاول ربط هذا القانون بعلم فيزياء الكم أو كوانتوم فيزيكس، إلا أن القليل من البحث يظهر لنا عدم وجود أي رابط بينهما، بل أن أحد المدرسين لهذا القانون وهو الدكتور ديباك تشوبرا برر هذا الربط بأنه ربط مجازي، لذلك لا حقيقة ثابتة له. علماء أمثال فيكتور جون استينجيز، وهو فيلسوف وعالم في فيزياء الجسيمات، وليوم ماكس ليدرمان الحائز على جائزة نوبل للفيزياء عام 88، ينتقدان استخدام علم الفيزياء الكمية لربطها بأي ظاهرة غريبة أو معتقدات غريبة كحال قانون الجذب الفكري، الذي كما ذكرنا ينص على أن لكل فكرة ذبذبة خاصة يتلقاها الكون ويفسرها. كما أن مصطلح قانون مرفوض، لأن القانون يطلق على كل شيء غير قابل للتغيير كالعلوم الطبيعية. أما قانون الجذب فهو يعتمد على الأشخاص وأفكارهم واتصالها بالكون وردة فعل الكون تجاه أفكارهم، وهي جميعها متغيرات. من ناحية أخرى، يطرح المعارضون لهذا القانون فكرة أخرى لإثبات عدم صحة هذا القانون. فكما طرحنا سابقا أن المتبعين لهذا القانون يقولون بأن العلاقة بين أفكارنا والكون كالمغناطيس، تجذب من الكون ما يتوافق مع ما نفكر به. ولكن من المعروف علمياً أن أقطاب المغناطيس تجذب أضدادها، وأن الشحنة السالبة تجذب الشحنة الموجبة، والشحنات المتشابهة تتنافر. إذن رأي المعارضين أن هذا القانون قائم على أساس خاطئ. أحد أوجه الانتقادات الأخرى
أن هذا القانون يدعو إلى التكاسل وعدم السعي خلف المراد، وذلك لأنه ببساطة يمكن للشخص المتبع لهذا القانون أن يطلب ما يريد من الكون وينتظر مبتغاه من دون تعب. أما الحقيقة المطلقة فإنها وإلى يومنا هذا لم يستطع العلم تفسير هذه الظاهرة، ولم يستطع نفيها قطعا بسبب المشاهدات والتجارب الموجودة وبسبب أعداد الناس الهائلة التي تتبع هذا القانون. إذا كان هذا رأي العلم، فما رأي الأديان وبالأخص الدين الإسلامي؟ هذا ما سنعرفه تاليا. في الديانتين المسيحية واليهودية لا وجود لذكر هذا القانون بالمطلق. أما بعض من كتبوا عن هذا القانون في مقدمتهم هيلينا بلافاتسكي زعموا أن بعض الديانات كالبوذية والهندوسية تنادي بهذا القانون، أما الديانة الإسلامية فلها رأي آخر. القانون بمفهومه المطلق مرفوض، وذلك لسبب وجيه، فهذا القانون ينص على إمكانية تحديد القدر بل تغيير الأقدار، وهو ما يرفضه الدين الإسلامي رفضا قاطعا، لأن أقدارنا مكتوبة وآجالنا محددة منذ يوم مولدنا، ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد الذي يتحكم بكل شيء. وهذا ما قاله الله تعالى في أكثر من آية في القرآن الكريم، ولكن من منظور آخر. الإسلام يدعو إلى التفاؤل والنظر بطريقة إيجابية إلى الحياة وحسن الظن بالله مقدر الأمور. فالحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. كما أننا نستطيع أن نلتمس أن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن ويكره التطير أي التشاؤم، ففي حديث مروي عنه يقول: أبشروا وأملوا ما يسركم. وبالطبع هناك المقولة المشهورة في مجتمعاتنا ألا وهي: تفاؤلوا بالخير تجدوه. هذا كان رأي الأديان وبالأخص الدين الإسلامي، فهل لهذا أي ارتباطات بهذه الظاهرة؟ الله وحده يعلم. إذن أصدقائي، بعد أن عرضنا عليكم كل ما ورد إلينا ونتائج بحثنا حول هذا الموضوع المثير للجدل، يبقى السؤال الأبرز: هل فعلا قانون الجذب الفكري أمر واقع قابل للحدوث؟ أم أن الصدفة والتعلق بالأوهام تلعب دورا لدى المعتقدين بهذا القانون؟ وماذا عنكم أصدقائي؟ هل جرب أحد منكم القيام بالخطوات التي ذكرناها سابقا لنيل أمر ما؟ وهل من الممكن أن يتوصل العلماء في يوم ما إلى فك شفرة ما يحدث مع من يؤكدون على صحة القانون ونجاحه، ولعلنا نلتمسه نحن أيضا أحيانا في حياتنا اليومية؟ لا أحد يعلم.